أكاديمية مارشال فهيمة العسكرية في كابول لم تسلم هي الأخرى من الهجمات المسلحة. المؤسسة العسكرية الواقعة غرب العاصمة الأفغانية تعرضت فجر الاثنين لاعتداء مسلح أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأفغان. مصادر أمنية قالت إن مسلحين أقدموا على إلقاء قنابل في مدخل الأكاديمية في محاولة لاقتحامها، فيما قام انتحاريان بتفجير نفسيهما بالقرب من الكتيبة العسكرية المتمركزة عند مدخل المجمع. حلقة جديدة من حلقات العنف في كابول أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها حسب ما أعلن على أحد المواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم، وعلى إثرها تم تشديد الإجراءات الأمنية عند نقاط التفتيش والمراقبة في جميع أنحاء العاصمة. كنت في المنزل آنذاك أستعد لصلاة الفجر، سمعنا دوي انفجار وتبادلا لإطلاق النار، كان هناك الكثير من الجرحى والطرق مغلقة منذ ذلك الوقت. واقعة أكاديمية مارشال فهيمة العسكرية تأتي بعد يومين فقط من تفجير سيارة إسعاف وسط المدينة أسفر عن مقتل ما يربو على 100 قتيل. حركة طالبان تبنت اعتداء السبت الذي يعد الأسوأ في السنوات الأخيرة، وهو ثالث هجوم كبير لطالبان يضرب أفغانستان خلال 8 أيام بعد الاعتداءين اللذين استهدفا فندق إنتركونتيننتال في 20 من شهر يناير الجاري، والمنظمة غير الحكومية سيف ذا تشيلدرن في جلال أباد شرق البلاد يوم الأربعاء الماضي. هجمات مكثفة دفعت الحكومة إلى إعلان حالة التأهب القصوى وسط حالة من اليأس والغضب سجلت في صفوف الأفغان غير الراضين على طريقة تدبير الملف الأمني من طرف سلطات البلد.